إذا ما كنت مشترك في قناتنا على اليوتيوب ترى بتنقلب زعل، لا تكمل الفيديو إلا أنت مشترك معانا. شوية ردود حلوة برضو ما يمنع. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي جت له أخبار عن مدينة جدا غريبة اسمها مدينة النحاس، فجاله الشوق إنه يعرف إيش قصة هذه المدينة، فراح كتب للوالي اللي في المغرب إنه أنا ترى سمعت عن هذه المدينة، فروح يا موسى بن نصير إلى هذه المدينة وشوف إيش هرجتها. بالفعل أول ما شاف موسى بن نصير كتاب الخليفة أخذ معاه عسكر كثير وعدة كثيرة وراح يشوف إيش الهرجة. فمشى في طريق مو معروف ما حد يمشي عادة، وفضل يمشي في هذا الطريق 40 يوم إلى ما وصل إلى أرض وسيعة وفيها أشجار وفيها حيوانات متوحشة ومليانة سهول ومياه. فجأة لمح مدينة جدا بعيدة فيها سور مرتفع، فشاف مدينة سورها جدا كبير مستحيل إنه البشر يصنعوها، وتعجب الجيش اللي مع موسى بن نصير من هذا المنظر. هنا موسى بن نصير مسك الجيش وقسمهم قسمين وكل واحد راح منهم في جهة، وأرسل قائد من قواده ومعاه 1000 من الجيش، خلاهم يلفون حوالين هذا السور يشوفون إيش وضعه ويدورون هل لهذه المدينة باب ولا لا. وفضل هذا القائد يلف حول المدينة 6 أيام كاملة، وفي اليوم 7 رجع إلى موسى بن نصير وقال له والله ما لقيت ولا شيء، حتى قاعدين ندور على بني آدم واحد ما حصلنا. هنا موسى بن نصير قاعد يفكر عشان يشوفون إيش هذه المدينة، جاته فكرة قال خلينا نحفر عند السور يمكن نلاقي مدخل. قاعدين يحفروا إلى ما طلعت لهم موية، ولقيوا السور برضو ممتد تحت الأرض، فعرفوا إنه الطريقة هذه ما راح تنفع معاه. هنا جو المهندسين وقالوا لموسى بن نصير ما لنا إلا نمسك زاوية من زوايا هذا السور ونحط صخور وخشب بحيث إنه نبني شيء طويل ونخلي أحد يطلع فيه وينقز. وبالفعل بدأوا يشكلوا جسر من الصخور والشجر إلى ما وصلت ارتفاعها 300 ذراع. يوم جو طلوا فوق لقيوا السور باقيله 200 ذراع، شيء مرة كبير، ارتفاع شاهق، بالفعل واضح انه البشر مستحيل يصنعون زي هذا الشيء. إلين بالقوة يالله قدروا يوصلوا للسور، بس هذا الجسر اللي سووه ما حد يقدر يطلع إلا شخص واحد، فكان المنظر جدا مرعب وصعب انك تطلع هذا الجسر. فجاء موسى بن نصير ونادى في الجيش وقال اللي يطلع فوق قال راح نعطيه ديته سواء عاش ولا مات. فجاء واحد قال انا اطلع اشوف ايش الهرجة، لو مت اعطي الدية حقتي للورثة. فلما طلع هذا الشخص الجسر وشاف المدينة صار يضحك ويصفق بيده، فرمى نفسه داخل المدينة. فجأة موسى بن نصير والجيش حقه صاروا يسمعوا صوت قوي وصوت ضجيج وازعاج لمدة 3 ايام، فخاف مرة من الوضع وصاروا ينادون من برا السور باسم الشخص اللي رمى نفسه، لكن مرة ما جاوبهم. برضو رجع كرر موسى بن نصير اللي يطلع الجسر مرة ثانية راح أعطيه 1000 دينار بس شوفوا لنا إيش هرجة هذه المدينة النشبة. هنا واحد جاء شكله مرة محتاج فلوس قال عندي أنا أطلع وأعطوني 1000 دينار. موسى بن نصير هنا قال له أول ما تطلع فوق لا تسوي زي خوينا تضحك وتصفق وترمي نفسك، على طول قل لنا إيش قاعد تشوف. قال له أبشر. قاعد يتسلخ خوينا وألين ما وصل فوق السور فوق بعد تعب، فجأة شاف المنظر داخل المدينة، ضحك وصفق ورمى نفسه. قبل لا يرمي نفسه موسى بن نصير قال له لا 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 لا، لكن الآدمي على طول رمى نفسه. ونفس الطريقة صاروا يسمعون أصوات ضجيج وإزعاج 3 أيام. هنا موسى بن نصير تورط قال يعني أرجع وما عندي جواب للخليفة، إيش أقول للخليفة؟ أقول فيه 2 بله ضحكوا ورموا نفسهم. هنا موسى بن نصير اجتمع مع جيشه وجاء قال لهم اللي حيطلع راح أعطيه ديتين. فجاء واحد قال لي موسى بن نصير عندي أنا بطلع فوق بس أربطوني بحبل قوي عشان إذا صرت أهبل زي الثانيين وحاولت أرمي نفسي تمسكوني أنتم. جاء موسى بن نصير قال والله فكرة حلوة هي. والله ربطوه ووصل فوق وألين بعد طلوع الروح أول ما شاف المدينة من جوا ضحك وجاي يبغى يرمي نفسه، إلا جو الجيش قالوا قديم الحركة هذه وصار يسحبوا هم يسحبوا هو إلا يرمي نفسه، فصار الشيء المؤسف وانقسم نصين، نص دخل المدينة ونص نزل للجيش. ونفس الطريقة ضجيج وأصوات مرعبة ومن هذا الكلام 3 أيام. هنا موسى بن نصير بلع العافية وقال المدينة هذه شكله فيها جن وأي شخص يحاول يدخلها يقتلوه. طالع في جيشه وقال حسبي الله ونعم الوكيل،
يلا رجعنا. هذا موسى بن نصير اللي فتح الأندلس، اللي ما بقى معركة إلا دخلها وانتصر، استعصت عليه هذه المدينة. لما بعدوا عن المدينة شوية شاف ألواح من الرخام الأبيض، تقريبا كل لوحة طولها 20 ذراع، فيها أسماء الملوك والفراعنة والأنبياء والأكاسرة، وفيها وصايا ومواعظ، وفيها كمان كلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام عن أمته. فجأة وهم ماشيين شافوا صورة من نحاس، فوجدوا صورة رجال في يد لوح من النحاس ومكتوب فيها ليس ورائي مذهب، فارجعوا ولا تدخلوا هذه الأرض فتهلكوا. هنا موسى بن نصير قال هذه الأرض مليانة شجر ومويه، فكيف الناس تموت فيها؟ هنا أمر موسى بن نصير بعض جنوده وقال أدخلوا هذه الأرض، يبغى يشوف هل راح يهلكوا أو لا. فلما دخلوا إلا شافوا نمل أسود، نمل كبير عملاق وكأنه خيول، وصاروا يهاجمون الجنود. وأول ما وصل النمل إلى هذا اللوح اللي شافوه، على طول النمل صار يتراجع. كمل طريقه موسى إلا شاف بحيرة، فجاء قال لبعض الناس اللي يعرفوا يسبحوا أنزلوا شوفوا إيش وضعه. فلما نزلوا تحت شافوا أشياء مقفلة بالرصاص ومختوم عليها بعض الطلاسم. هنا جاء موسى بن نصير قال أفتحوها، فجأة خرج منها فارس من نار وراكب حصان من نار، وصار يطير ويقول بأعلى صوته يا نبي الله لن أعود، أنفجع كل الجيش. هنا موسى بن نصير قال أفتحوا الشيء الثاني هذا، وصار نفس الشيء. هنا موسى بن نصير عرف إنه هذول جن وحبسهم سيدنا سليمان عليه السلام لأنهم تمردوا عليه وأمر بحبسهم. وطلعت هذه المدينة كما يقال اللي هي مدينة النحاس، بنتها الجن لسيدنا سليمان عليه السلام، فعشان كذا كانت صعب أي واحد يوصل لها. القصة في البداية تحس كذا من جد إنها خرافية، بس أنا الشيء اللي خلاني أقولها لقيت لها مصادر تاريخية، من ضمنها كتاب آثار البلاد وأخبار العباد، وكمان مذكورة في كتب ثانية. والله إذا إنك تبغى تصدق صدق، ما تبغى تصدق بكيفك، أهم شيء إنكم لا تقولوا إني قاعد أجيب لكم قصص من الكيس وقاعد يألف علينا هذا الخال. لو تكتبوا في جوجل مدينة النحاس راح تلقوها. نهاية التقرير، أتمنى إن عجبتكم القصة، وإذا ما اشتركت الآن في قناتي ما أبغى أدعي عليك إنك تنحط في السور فوق وتصفق وتضحك وتطيح. أنا حذرتك. السلام عليكم.